عود من جديد لكل مشاهدينا، وهذا الجمال الساحر في بلدنا حلوة في الفاشر بالتأكيد، وحنتواصل مع كل مشاهدينا وفي هذه المساحة وفي هذه المرة بالتأكيد دوذر الكلم الجميل من خلال واحدة من السيدات السودانيات الحاضرة من واحدة من المدن الجميلة في السودان من الأبيض. سعيدة جدا أن تنضم لي الشاعرة والكاتبة، وعندها اهتمام كبير جدا بأنها تقدم رسالة جميلة جدا عبر القصائد الشعرية. الشاعرة عائشة أحمد محمداني، سعيدة بك وبقول لك صباح الخير. أهلا وسهلا لك، التحية. الله يخليك، تسلم كثير. صباح الخير. قبل شوي سألتك قلت لك جاية من وين؟ قلت لي من الأبيض. نعم. وأنا بفتكر أنه دائما أماكننا السودانية هي أماكن جميلة جدا وموحية جدا للكتابات الشعرية. نعم. خلينا نتكلم عن بداية التجربة بالنسبة لعائشة. بداية التجربة الحقيقة من بدري شوية يعني، وزي ما قلت يعني المناطق لها أثر كبير جدا في إلهام الشاعر والكتاب وكل المهتمين بالفن. مدينة الأبيض برمالة وأشجارة يعني هي موحية بالطبع طبعا، رغم أني أنا ما عشت فيها كثير يعني، لكن ما في الذكريات دائما، لكن في الذكريات. فكانت يمكن التجربة الأولى منها، وبعد ذلك مشت التجربة. ونحن هنا منذ الطفولة يعني، ما من قريب بدأت تكتب، بيجيك أساسا من حياة كثيرة. بدأت تكتب وانت في المدرسة يعني، الفترة بتاعت انه اكتشاف الملكات الخاصة سواء كان شعر أو فن أو غيره. نعم. نعم، منذ الطفولة يعني، من فترة بسيطة في المدارس في المدرسة، وبعد ذلك التجربة تدرجت يعني. والحمد طيب لله مشينا. نعم. تمام. طيب انا اسي، وقبل ما نخش في تفاصيل يعني التعرف على تجربه عائشه، خلينا نسمع قصيده ويعني نهديها طيب لكل مشاهدي صباح الشروق. انا الشروق. لو سمحت لي يعني انا حقوم اعرف نفسي للمشاهد له التحيه. انا عشه بنت المكنمر، بنت شندي وعبره، بنت اللجام والسيف، بنت كورت ودنقله، بالدينار هناك السلطان، ما هو جدنا وشيكان البر تاريخه ما عزنا، بالسنكاتنا شرقية مؤصلة، وبت الجنوب من غير حدود جنوبية وبتهنا. ممكن أديك تجربة القصيدة أصلا هي بعنوان الديوان، ماخذ عنوان الديوان اللي هي نبع النيل. عشان ألقاك سألت عليك كم فتشت دور دروب، وقفت على الضفاف النيل عشان أشهد عوات الموج، وتسلقت كم نخلة عشان تشهد رؤاي النور، سألت عليك هضاب سهول وليه حد البصر مجهول، وصلت معاك براد الريف، سألت عليك زبيت البادية والغزلان، جلست كثير مع السمار عشان اسمع غناي فيك، كم فتشت كم فتشت كم فتشت دور صروح، بقيت بينك وبين ذاتي اساسك هي الحاج بالطشاش عيني. وفجاه سمعت يا الاسر شبابي انا، سمعت قنية للابطال تفك فيني المدى الغائر، اتاريك كنت في الوجدان مخبأ بين ثنايانا ومشاركنا الوريد الروح، انا المغلوطه افكاري عوافي عشان يطيب حالي، انا الاسرني صوت الناي وصوت غناي بلادينا، بلاد ناس انت كرم الضيف وعارف الناس فضوله كثير، لما الشوق عليها يلح ولي تسال منو الفاضح لسان حالك، بقيف أتأملك لحظات وحاتك لحظة ما بخلد علي صورتك ولا حتى الزمن عفاك، تجيني اللمحة شايلة حنين وخاطر حروفها عفوية، ويتدفك كلام منظوم وسيرة جميلة وردية، وابقى كأني ما إني أضحك وحدي عز الليل ودمعة حزينة فجأة تسيل، سامرك مرة واتضرع ويحن طيفك يزورني في ليل، ويسكني يشيل الليل غنى وتحنان، حنانك ديمة جوايا سحر دفاق بيغمرني، بحس بلهفة الأشواق وأقول بحنان، بلادي أنا مجسمة صور جواي وأنا راسماها زي ما أحب، أنا الحرة. يا سلام. حرة، ودائما يعني المرأة السودانية حرة بتفاصيلها واهتمامها بتنمية المجتمع وتطوير المجتمع،
والكتابات الشعريه هي دائما بتعبر عن المراه دي. طبعا جلسه كده فيها جندر يعني. نعم. من خلال الكتابات الشعريه. ودائما اللي انا يعني بيستوقفني في الكتابات الشعريه اختيار المراه للنوع في الكتابه ذاته. فانا دايره اعرف عايشه حابه تكتب لشنو؟ والله هو الشعر بيفرض نفسه عليك يعني. انت ما يعني انا قلت تجربتي الشخصيه ما بحدد الموضوع يعني. هو حاجه كده احساس كده يخنقك ويلح ويصر انه يطلع صحيح بشكله. بيكون الهام من حاجه بسيطه، سواء كان من الوطن، من الشجر، من الانسان محدد، من حاجه حسيتيها في العاطفه. بعد ذاك الكلام بيطلع ويكون منظوم، بيتحدد في اثناء ما انت بتكتبي. الشعر لا يعرف المكان ولا يعرف الزمان ولا يعرف متى انت عايزه تكتبي. صحيح. هو احساس. صحيح. بينزل بيجي متى ما احساس دائما يعني بيكون هو مفرط يعني. نعم. والواحد داير يطلعه. نعم. آه يعني عايشه دائما انا شايفه اني دي اولى قصيده انا سمعتها يعني. لسه احنا حنسمع ثاني قصيده او اثنين، لكن خلينا نكتب دائما توجه الشعراء للكتابه بالعاميه اكثر من الفصحى يعني. حقيقه انا تجربتي العاميه اكبر من الشعر الفصيح، لانه الشعر الفصيح محتاج حاجات كثيره جدا. حقه ما نورط نفسنا ادوات معينه ادوات معينه. صحيح. رغم انه أنا عندي الشعر الفصيح ولكن ميالة جدا للشعر العام يعني. أديك حاجة ثانية. أدينا حاجة ثانية وعندنا لك سؤال جميل بعد نسمع. أوكي. أوكي. دعيني في هذا الصباح الجميل خاطب العصافير شوية. يا سلام، عصافير الصباح. عصافير الصباح. زمان عندنا عصافير الخريف. عصافير الصباح. نعم. نعم. تفضلي. مبروك عليك نسمة الصباح يا صاحي يا ملك السحر، مبروك عليك مرجيحة الفرع الطلق وانت الطليق نشوان مغرد مبتسم لا شايل هم لا عارف ايه معنى السأم، مبروك عليك فرحان تلوح من بعيد لا كف بتدفع للفرع لا غير عشيشك ليك حلم، ما احلى لحظاتك معاك، ما أحلى لحظاتك معاك والقطرة في صفقة شجر مزدانة بلون الشروق ترويك، آه يا ذا الطلق يتهشني فيك مفطور على الشد والشجي، يتهشني فيك مفطور على الشد والشجي، تعزف على الوتر الضعيف في نفسي وقتين تبتدي ولاك بس بحروف نغيمك يا كبس انت الدري، والدهشة تضاعف علي لا من تكون بين الغصون والشوك حاصرك بين وبين مرات لامس للجناح مرات خادش في العيون، تلقاني ليك اهتف هتاف النعمة فيك انت الطلق، ألقاك بس تضحك علي تغنعني باللحن الحنون واطرب معاك انساه تب همسي الشجون، علمني بس زيك أكون، علمنا كيف زيك نكون أو لا نكون، علمنا كيف نكفي الملفات الندم ننسى الهموم، لا طلق يوم لا دانا لا صوت فتق ملتئم، عايزين تمام زيك نكون نفرد جناح نصدح نشقشق للصباح بين الخمايل والزهر، أو لا نكون لو مرة بس عصفت رياح أو دق ناقوس الخطر مقطع حبال غوص النبل نعلوها فوق قمم الشجر، تهتف معاي واهتف معاك فلتخب نيران الحمم وليعلو فوق صوت النغم. يا سلام، دي يعني لوحة شعرية جميلة جدا. خواتيم فقراتنا اليوم والشاعرة المميزة عائشة أحمد محمداني اتعاملت مع عدد من الفنانين في كتاباتها الشعرية. احكي لنا عن التجربة دي ومن من الفنانين اللي تعاملتي معهم. اهلا وسهلا. غنى لي عدد من الفنانين منهم محمود الكردفاني أغنية وطنية باسم بعنوان عبد الله الوطن. وعن كردفان طبعا مسقط الرأس غناها واحد من الشباب اسمه حسون العنود. مبارك زروق غنى ليها العتاب والصباحات الندية. يا سلام. برضو غناها مبارك زروق. يا سلام. طيب انت يعني ايش التعامل ده كله مع المراه وين في القصه دي؟ كمغنيه يعني كمغنيه ككتابه ليها برضه يعني كتبتي للمراه اديتي مراه فنانه؟ والله كتبت للام. يا سلام. يعني كتبت للام طبعا.
و يعني بس ما تغنت ما تغنت لسه اغاني للمرأب، لكن كتبتها يعني. انا في انتظار انه ان شاء الله. كتبتي في الغزل برضه؟ كتبت، نعم في الغزل كتبته. يا سلام، شعر حزين شويه. ها حزين غزل حزين والله كتبتها يعني. طبعا دائما انا يعني الشجن والحزن ده نعم يعني بتبلغ كده طاقه ابداعيه. ايوه، والذخيره المعرفيه برضه بتطلع من خلال القصايد ومن خلال المعرفه. فبدي الزول طاقه كده. خلينا نسمع قصيده بس ما يكون فيها حزن شديد. لا انا حاسمعك قصيده تغمص فيها الشخص الام، يعني اهداء لكل الشباب. فاللي هي انا ربيتك. نعم. من كنت مطفى صغيرة رعيتك، من شرياني عصارة الدم هديتك، ومن وريد القلب رويتك، لا من تشهد بإحساسي بحسك، ولا من تسفر تشهد ذاتي، ولما تنفس انت بتكبر وحر الصرف، مدد كل اطرافك واسبح بس ما تقطع حبل الوصل، لأن السر وريد انفاسك، خد في بالك إنك مدل العز والقوة، وإنك دخر الخال والخوة، وإنك واصل شام متواصل طبل العز والقوة، اللي بيضرب وأنا بتضرع، أنا بتضرع يحين ميلادك، خاتي القول وعشانك أسهر طول الحول، وأنا يعني الأم، وين ما كنت أنا يعني الخالة، وين ما كنت ببقالك جدة وبيك الأدرى، يعني البشفع ساعة الشدة، أنا يعني الأم الخالة الجدة، ما فيك جينات في الراس الجولة، وفيك ملامح الطيبة مهولة، سماتك بيها العمة فخورة، وياك الدخري وفارس الحوبة وحوش الكل، وأنا بتضرع حين ميلادك خاتي القول. كلام جميل جدا، يعني سعيده بتجربتك دي حقيقه. الله يخليك، وبتمنى لك دائما التوفيق والسداد في هذه الموهبه الجميله. تسلم. بشكرك جدا على حضورك. ممكن تقدمي رساله اخيره للمراه للشباب لكل المبدعين في بلادي؟ نعم، انا اتمنى انه يعني للوطن التعافي، وهذا التعافي ما بيجي الا بنهضه الشباب وتضافر الشباب والعمل الجاد يعني. فنتمنى انه الشعب السوداني وكل الوطن يكون بخير والناس تمشي ان شاء الله اللي قدامي يعني. ان شاء الله بهذا الحب وبهذا التضافر وبهذه الدعوه الخالصه لكل شباب السودان، شباب العزه في كل مكان، نحب السودان ونكون دائما مجتمعين في الخير ونقدم الكثير، لانه منتظر مننا الكثير في كل قبائلنا وفي كل سحناتنا وفي كل اماكننا المختلفه، دعما لهذا الوطن اللي قابع في قلوبنا، هذا الوطن كبير سودان اللي بيجمعنا. شكرا للتيم العامل اللي عمل على هذه الحلقة، شكرا لكل الرفقاء هذا الصباح، وسعيدة جدا بتقديم هذه الحلقة بالإنابة عن الزميل حمزة عثمان. تحيات وصباحات في أمان الله.